وشاهد مران الزمالك نيه الكولومبي اوسوريو في الاعتماد على عبد الله جمعه كجناح ايسر خلال الفتره القادمه. وطبعا مركز الجناح الايسر هو المركز الاصلي لعبد الله جمعه وتالق فيه بشكل كبير جدا قبل مشاركته كظهير ايسر بعد انضمامه لنادي الزمالك. بالتاكيد عبد الله جمعه اضافه كبيره للسكواد اللي موجود في ظل طبعا غلق القيد وفي ظل الغيابات وفي ظل حاجات كتيره جدا، فوجوده بالتاكيد هيكون مؤثر. وحقيقه عبد الله رغم ان هو كان مستبعد في الفتره الاخيره ولكن على طول بنشوفه في الجيم، على طول بنشوفه بيحاول يرجع نفسه. وعلى فكره دي سمات اللعيب الكبير، دي سمات اللعيب اللي عنده. ما هو حضرتك اللي بيميز اللعيب ايه؟ هو مش ال 90 دقيقه في ارض الملعب، لا. محمد صلاح قال جمله وتهاجم عليها كتير قوي، وفي الحقيقه انا بضم صوتي لصوت صلاح. اللعيب هو منتاليتي، هو ازاي بيشوف نظرته للامور عامله ازاي، ازاي لما يتحط في موقف، ازاي لما يتحط في ضغط، ازاي لما يكون عليه ضغط جماهيري، ازاي اللاعب بيتعامل مع كل هذه الامور، ازاي لما يكون المدير الفني مش مقتنع بيه ويقدر ان هو يبروز نفسه عند المدير الفني بشغله وبادائه مش بالكلام والتصريحات والسوشيال ميديا. لا، الراجل رده في الملعب، الراجل رده بالتزامه داخل اوضه اللبس، بالتزامه مع زمايله، بالتزامه في الجيم، بالتزامه في التدريبات، ده اللي رجعه. وده المثال اللي لازم يحتذى به من كل لاعبتنا، وكل لاعبتنا فعلا بتعمل كده. ففي الحقيقه انا بحيي عبد الله على روحه، هو راجل نجم وراجل لعيب دولي، ما عملش مشاكل، ما افتعلش مشاكل، الراجل التزم والراجل احترم الرؤيه الفنيه للمدير الفني واشتغل على نفسه وخس وبقى فت وجاب فورمته. فده ان شاء الله اللي بنتمنى نشوفه من عبد الله، لان هو لعيب كبير وان شاء الله يكون اضافه للسكواد الحالي لنادي الزمالك.